الرحمن الرحيم. أنا أحمد العربي أحمد إسماعيل، والد الطالب محمد أحمد العربي الطالب بكلية تجارة جامعة عين شمس الفرقة الأولى، عمره حوالي 18 سنة. في يوم الخميس الساعة 1 بالليل صباح يوم الجمعة الساعة 1 تم خبطوا على الباب جامد. ابني كان قاعد صاحي لأنه طبعا كان داخل على امتحانات، فاضل أسبوع يدخل امتحانات. فتح الباب لقى حوالي 5 دخلوا في قلب الشقة وانتشروا في قلب الصالة. قالوا له أبوك موجود؟ قال لهم بابا نايم. قالوا له صحيه. دخل صحاني، خرجت لهم في ايه؟ قالوا له بص احنا ما قالوش حتى هم تبع ايه، تبع امن دولة تبع. انا طبعا اللهوجة بتاعتي والمنظر اللي انا شفته يعني خلاني ما بقتش مركز في اي حاجة. فهم راحوا قعدوا دخلوا على الكيسة بتاعت الكمبيوتر بتاعت الوقت، خدوها في اخته معاه في لاب توب بتاع اخته مسجل عليها رسالة ماجستير، خدوها خدوا البتاع وخدوا دخلوا فتشوا الأوضة بتاعته. لما فتشوا الأوضة بتاعته خرجوا وكلموا الواد، طلع الواد في ايه يا ابني؟ قالوا لي ان هو اصلا مصور عامل شير فيديو يخص القوات المسلحه وان احنا هناخده النهارده والله هنجيبه لك قبل، هيصلي معاك الجمعه. طبعا خدوه، بعد ما خدوه احنا نزلنا شفنا البواب مين دول وخدوه في ايه. قال لي دي عربيه حتى ما عليهاش نمر. طب ابنك ليه اي انتماءات؟ ابني ملوش اي انتماءات، والله العظيم ما ليه اي انتماءات. ابني ملوش اي انتماءات ولا ليا انا انتماءات خالص. فطبعا خدوا الولد بقى قعد يوم الجمعه سبت حد اثنين. رحت بتاع الكمبيوتر اللي احنا واخدين منه وصله الكمبيوتر، فقلت فسالته بدفع له الفلوس بتاعه الشهر. فقال لي ده في واحد محامي بيسال عليك، وساب رقم التليفون بتاعه على اساس انك انت لما تيجي تاخده تتصل بيه. خدت رقم التليفون واتصلت بالمحامي، فقال لي بص الموضوع بخصوص ابنك، انت تيجي لنا كلام مش هينفع في حاولت استفسر عنه اي حاجه. قال لي مش هينفع الكلام في التليفون، تعال لي في عماره في اللي هي بتاعت ضباط الشرطه اللي هي على جسر السويس، هو اسمه نصر سليمان. فالمهم خدت جوز بنتي ورحت له وقعدت معاه وبتاع، فقعد طمني على الواد. وبعدين قال لي بص ابنك بيتحاكم عسكريا في نيابه الشمال العسكريه، واحنا عشان نمسك القضيه وبتاع عايز 15,000 جنيه. طب بسال حضرتك سؤال، هو ابنك في فتره احتجاز تعرض لاي انتهاكات؟ ما انا بقول لحضرتك اول ابني اول ما قابلته قال لي ان هم مسكوه مدوه على رجليه، مدوه على رجليه، خدوه مغمونه في مكان معين ومدوه على رجليه، وبعدين ابتدوا بقى ياخدوا منه اقوال او بتاع. معرفش طبعا، معرفش مكان لانه غموه في قلب العربيه وماخدينه وراحوا عرضوه وهو عينيه متعصبه. انا بعد كده حاولت رحت محكمه نيابه شمال دي وحاولت اعرف اي حاجه. المحامي قال لي بص مش استحاله هتعرف اي حاجه، ولو حتى جبت مين حتى مش هيقولوا له اي حاجه. قعدت قالوا لي هو عنده جلسه يوم 4/1 هيجددوا له، واخد 15 يوم وهيجددوا له التحرير الثاني يوم 4/1. رحت طبعا 4/1 على حسب زي ما هم قالوا لي، فلقيته ابني اتعرض كان 4/1 ده يوم حد، هم عرضوه يوم خميس. وطبعا ما عرفتش اي حاجه عن ابني ولا قابلته ولا اي حاجه. طب ادوني يا جماعه رقم محضر، صوروا لي المحضر بتاعه، قالوا لي لا دي العمليه في عمليه تحقيقات واستحاله هتعرف توصل لاي حاجه. وديت واحد محامي قريب وبتاع، المهم وصل ان هو جاب لي زياره ليه. خدت الزياره، طب هو فين؟